بسم الله الرحمن الرحيم. مصدقين مستمعين عاشقين ومتتبعين المواعيد الكبرى هنا من المدينة القديمة، الليلة سنتكلم على الأجواء هنا، أجواء رمضان، رمضان الكريم، رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر الصيام. وهنا سنتكلم على هذا الفيروس الخطير الذي أرهب العالم وأرهب المغاربة والعرب والمسلمين والأفارقة. وهنا رغم كل شيء هنا بالمدينة كما تشاهدون بالمدينة القديمة، أجواء رمضانية هنا بمراكش، يعني المارش اللي عنده تاريخ من هنا، مر الصهاينة واليهود ومر المغاربة الأصليين من هنا، من هذا المارش من ساحة مراكش من المدينة القديمة. الصوت يعلى صوت المدينة القديمة. هنا تكلمت على الوداد والرجاء، والآن تكلمت على الفيروس اسمه كورونا. مر من هنا لا كورة لا رجاء لا وداد، هنا مع الأجواء رمضان يتكلم على السردين. كيف نتكلم على الورقة البسطيلة؟ أعطيني الأنشوبة يمشي مرة ثانية، العطرية التوابل يمشي مرة ثانية، الصوصيط الكبدة كورة مرت من البغرير إلى مسمن يمشي مرة ثانية، الورق جول جول. هذا في الأول لمن؟ أول وجبة رمضان. شكرا للأخضر بريش، شكرا لأيمن جادة، شكرا لعشاق المدينة القديمة. هنا الفيروس الخطير، فيروس اسمه فيروس كورونا. باي باي تشاو، شكرا الاخضر بريش، شكرا. الحاله اللي كتشوفوا الان هي الحاله ديال السوق ديال باب مراكش، في حاله ديال الذروه، الناس كلشي مقبل على انه كيشري البضائع. مع الاسف هذه الوقيته اطار التدابير الاحترازيه اللي دايره السلطات العموميه، فهم كيمنعوا الناس الباعه انهم يحاولوا يدخلوا ابتداء من الساعه الواحده او الثانيه، انهم يدخلوا يجمعوا السلعه ديالهم. وبالتالي كي كتشوفهم دابا هما عندهم السلعه ديالهم ما تباعتش ليهم، لان الاقبال على 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 المشتريات هو ماشي بديك الحده اللي كانت في الايام العاديه. الناس باقي ما عارفينش هاد الحجر الصحي شنو مازال غادي يزيد عاوتاني. الانسان الامكانيات الماديه ديالو محدوده، راه كيحاول انه يدبر هذيك الامكانيات اللي عنده باش يمكن توافق ليه مع هاد المده الممكنه اللي يمكن تزاد في هاد التدابير الاحترازيه. الجو هو جو يعني حنا مقبلين على شهر رمضان، كتشوف الناس والعائلات مقبلين باش يشريوا هذيك المواد كلها المتعلقه بشهر رمضان، الورقه، اللوز، البريوات وكل ما شابه ذلك، استعدادا لهذا الشهر المبارك اللي حنا مقبلين عليه. مع الاسف الشهر غادي يدوز ماشي بديك الطقوس ديال العباده، المساجد مغلقه، التراويح ما كاينينش، الناس اللي غادي يكونوا يمشيوا يعتكفوا في المساجد يقراوا القران، داك الشيء مع الاسف هناك ضروره هي ان الصحه ديال الانسان هي الاولى. وبالتالي هناك عذر شرعي ان الانسان يبرك في البيت ديالو ويعبد الله سبحانه وتعالى ويؤدي الواجب ديالو. نطلب الله سبحانه وتعالى على انه يرفع عنا هذا الوباء في اقرب وقت ممكن، ورمضان مبارك سعيد لكل المغاربه وكل المسلمين في بقاع العالم.